طبعا أنا أتفق تماما مع ما أشار إلى سيادة النائب ماجد أنه هذه القرارات يعني كانت من أولوية حكومة السيد السوداني، لأنه أكو سابقة خطيرة كانت في أيام حكومة السيد العبادي أيضا ألغيت القرارات رغم أنه كانت فترة قصيرة، وهناك قرار للمحكمة الاتحادية بهذا الموضوع. ما ترتب على هذه المدد اللي صارت خلال هذه السنة، بالتأكيد أكو هناك التزامات مالية وهناك ملفات، وربما ستظهر أسماء بعض الأشخاص ضمن ملف مثل ما أسميته صفقة القرن، وأنا واثق أنه ستكون هناك أطراف في هذا الملف، بالتأكيد سيطالهم القانون مثل ما يطال الآخرين. لكن أكو بعض الإجراءات اليومية الروتينية، أنا أعتقد أنه هذه من ضمن تسيير الأعمال اللي المفروض تسير، يعني مسألة صرف الرواتب، صرف التخصيصات، الصيانة ممكن، لكن أكو بعض الملفات أو ربما هناك متضررين مثل ما كنا نتحدث عنه سيادة النائب قبل قليل يلجأ للقضاء، ممكن أنه بعد ذلك يثبت مدى صحة هذا القرار من عدمه، حتى ممكن أنه يغرم وفق القانون أو ما يغرم.